عشان خاطرك انت. مرشدة سياحية مشاهدينا في عرض أزياء فمذيعة تلفزيونية ناجحة فواحدة من نجمات الصف الأول في السينما المصرية. هكذا كانت خطواتها المتدرجة نحو النجومية، خطوات مرت أيضا على منصة التتويج كملكة لجمال مصر، لكن مشاهدينا لم تقتنع بتاج الملكة وحده، بل واصلت مسيرتها الفنية لتحصد الجوائز الفنية العديدة. عم بحكي مشاهدينا عن بطلة السفارة في العمارة، عم بحكي عن محامي خلع، عن بطلة ريش نعام وغيرها الكثير من الأعمال. برحب بضيفتي سفيرة النوايا الحسنة الفنانة الجميلة جدا داليا البحيري. أهلا وسهلا فيك داليا. أهلا بيك يا فندم. يعني بعد ريش نعام وين صرتي؟ ما كنا ما نشوفك برمضان. نايمة على ريش النعام بعد. ليه ما شفناك السنة بعمل؟ هو الحقيقة الظروف جت كده بسبب طبعا ثورة 25 يناير، ان في حصل لخبطة كتير قوي. انا كنت بالفعل محضرة وداخلة مسلسل اسمه بأمر الحب من تأليف أستاذ فداء الشندويلي ومن إنتاج نفس الشركة بتاعت ريش نعام الأستاذ ممدوح شاهين. بس اللي حصل انه كتير جدا من المنتجين اللي كان بينتج ثلاث اعمال قرر ينتج واحد، او اللي كان بينتج واحد قرر ما ينتجش. أيوة. لا هو كان في حاله قلق وبلبله شويه، الناس مش عارفه الدنيا رايحه فين، ومش عارفين القنوات هتقدر تسدد في ميعادها ولا لا، وحاجات كتير جدا. فهو الموضوع كان قلق من انه الاستاذ ممدوح يفتح في مسلسلين وما يقدرش يكمل للاخر، لانه في التزامات بتبقى ماديه وعلى طول. فطبعا انا كنت الضحية. ونحن كمان ما شفناك السنة داليا. قريت كتير عن خلافات بهذا الموضوع مع المنتج، وصلت للقضاء ولا انحلت؟ يعني والله انحكى كتير بالموضوع. دي حقيقة. هو أنا كان عندي شرط جزائي في العقد بتاعي أنه في حال أن المسلسل ما تعملش يعني ان انا حقي اخد اجري كامل. لما قامت الثوره كلمت استاذ ممدوح، بما ان بينا عيش وملح وان احنا اصدقاء يعني، قلت له ممدوح انا عندي استعداد ان انت اتنازل عن الشرط ده واديني المسلسل لو انت مش هتنتجه. فهو قال لي لا خلاص انا هعمل مسلسل وهندخل يوم 15/3 بس هتنزلي اجرك 35%. وحصل، وافقت ونزلت اجري، وبرضه المسلسل ما اتعملش بسبب الظروف دي. وهو للاسف بس ما كانش واضح معايا، وطبعا كان الموضوع هيوصل للقضاء، لكن هو كلمني وتداركنا الامر وعملنا عقد اتحلت، وان شاء الله ندخل تصوير في شهر 11 هيكون رمضان الجاي باذن الله ان شاء الله. سعد هنداوي هو المخرج بعده ولا لا؟ والله هو بسبب ان تاجل المسلسل، اللي عارفاه دلوقتي ان استاذ سعد هنداوي ارتبط بعمل تاني مع شركه اخرى بيعمل تقريبا 60 حلقه في سيت كوم حاجه مع استاذ فداء الشندويلي، فاعتقد ان هو مش هيقدر يعمل مش معنا. طب احلام مشبوهه وبامر الحب مسلسلين؟ هو مسلسل واحد، مسلسل هو اصلا كان باسم احلام مشبوهه، واحنا انا ما عجبنيش قوي الاسم لانه شبه حاجات كتير. عملت حاجه اسمها احلام حقيقيه مش عارفه ايه مشبوهه، وكلمه مشبوهه دي يعني ضايقتني لانه مش كده، والمسلسل فيه رومانسيه جدا وفي اخطاء كتير للبطله، ولكن مش هي مشبوهة دي كانت حاجة. المهم قلنا طب نعمل نفكر في أسامي تانية، وعجبنا بأمر الحب، لكن لسه ما استقرناش عليه. بأمر الحب أهدى هيك، أهدى، وعايزين كمان حاجة بالظبط، وعايزين حاجة تبقى رومانسية أكتر أو تعلق مع الناس. فلسه ما لقيناش الاسم اللي يعلق لسه مع الناس، فقلنا خلينا في أمر الحب. داليا السنة لاحظنا في غياب كتير من الوجوه اللي كنا نحن بنعتبرها يمكن ركيزة لدراما رمضان، أمثال الفنانة يسرى، الفنان يحيى الفخراني، إلهام شاهين أيضا، ليلى علوي، كتار غيرهم، نور الشريف يمكن لأنه كان دالي مسور من قبل. كيف تقري هذا الموضوع؟ ليلى علوي عندها مسلسل السنة دي مع أستاذ جمال. كيف تقري هذا الموضوع؟ والله هي ظروف العمل جت كده. خلي بالك البلد بتمر بظروف مش طبيعيه، ظروف ثوره، وطبيعي ان يبقى في اعمال تتاجل، اعمال تاخد مكان اعمال، فطبيعي يعني حاجه مش انه كان عن قصد ان هم ما يبقوش متواجدين يعني. طب شو عم بتتابع السنه برمضان؟
والله يا فاتن انا مش لاحقه اتابع حاجه يعني، تلاقيني اول رمضان تابعت حلقتين من خاتم سليمان مثلا، وشويه المواطن اكس عجبني جدا وصورته مختلفه، الاخراج عجبني. بعدين رجعت اتاخد شويه واتلهي، ما اقدرش اتابع. وبعدين ما اقدرش اقول لك ان في مسلسل بتابعه كل يوم، فمش عايزه اظلم حاجه الحقيقه. طب كمان داليا، قبل رمضان سمعنا كتير انه في نصوص رح تتعدل بمسلسلات رمضان، وفي يعني كتاب غيروا بنصوصهم لتلائم ثوره 25 يناير. اليوم المسلسلات كلها على الهواء، هيك اذا بهاللمحه السريعه اللي شفتيها بالمسلسلات، مين بتشوفي اقرب شيء لعكس اللي صار؟ والله انا سمعت ده فعلا، وكان من الحاجات اللي انا عارفاها وبتابعها، يمكن عشان المنتج بتاعها هو نفس كان المنتج بتاع مسلسلي استاذ ممدوح شاهين، مسلسل عمرو سعد شارع عبد العزيز، اللي عجبني جدا الحقيقه التصوير والتمثيل، الصوره كمان مختلفه. وانا بحب عمرو جدا كممثل الحقيقه. الاحداث بتاعه الثوره حصل فيها ان في تكسير في شارع عبد العزيز، فما ينفعش يبقى في مسلسل بيتكلم عن شارع عبد العزيز وتحصل احداث 25 يناير ويكسروا في الشارع، وده ما يتقالش في المسلسل. فاللي انا فهمته ان حصل تعديلات على النص علشان يعملوا موضوع تكسير الشارع ده. في برضو دوران شبرا متهيألي بيبقى فيه حاجه زي كده، لان الفقر اللي موجود في هو اللي ادى للثوره بالظبط. داليا عن الماما داليا وعن السينما وغيرها، الكثير من المواضيع رح نحكي بقسمنا الثاني بلقائنا الثاني ان شاء الله.